أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، درس هذا المساء المبارك عنوانه أعاذنا الله وإياكم منه الخزي، وهي مفردة وردت في القرآن كثيرا، والعرب تقول في كلامها أن الإنسان إذا لاحقه انكسار من قبل نفسه فهذا يسمى حياء، وإن لحقه انكسار من تسلط غيره عليه أو من قبل غيره هذا يسمى خزي. ويقولون عن الأول أنه يمكن أن يسمى هون، ويحتجون بقول الله تبارك اسمه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويقولون عن الثاني إنه يسمى هون أو هوان، وكلاهما خزي أجرنا الله وإياكم منه. والخزي مفردة وردت في القرآن كثيرة، ولا خزي أعظم من دخول النار، ومع ذلك دل القرآن على أن الخزي يمكن أن يكون في الدنيا ويمكن أن يكون في الآخرة، والله عز وجل قال عن الصالحين أنهم يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وأن الصالحين يستجيرون بالله منه ولا تخزنا يوم القيامة. والألفاظ في والآيات في هذا كثيرة. نأتي الآن لآية تحدثت عن الخزي، وأنا قلت مرارا إن هذه الدروس في كل درس ما أمكن نأخذ منحى، هذا المنحى اليوم فقهي علمي ما أمكن. قال أصدق القائلين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. موضع الشاهد قول الله ذلك لهم خزي في الدنيا وأعانكم الله. الآن الدرس علمي. إنما هذه عند النحويين يقولون إذا أرادوا أن يعربوها جملة قالوا ماذا يقولون؟ لا نحوية هنا. إذا أرادوا أن يعربوا هب أنك في صارت امتحان، قال الأستاذ قال المعلم قال الدكتور أعرب إنما، ماذا تقول؟ ما كافة. أحسنت، جملة ماذا يقولون؟ كافة ومكفوفة، كافة ومكفوفة. من الكافة؟ ما. من المكفوفة؟ إن، أي أن إن هنا لا تعمل، لا تنصب اسما ولا ترفع خبرا لدخول ما عليها. إنما ربنا يقول وهو، هذا عند النحويين، وهو عند البلاغيين تبعا لمعنى الأعراب عند النحويين يسمى أسلوب حصر، يسمى أسلوب حصر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزاء بمعنى عقوبة قررها الله عز وجل شرعا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يسعون، الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذه تسمى آية الحرابة، تسمى آية الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما معنى حرابة؟ يأتي ذلة طائفة عدد من الناس إما في البوادي يعني في الطرقات خارج المدن، هذا في الغالب، أو في المدن على بعض أقوال أهل العلم، ويشكلون قوة، هذه القوة معها سلاح أيا كان نوعه، وتؤذي الناس بمعنى تتسلط عليهم. هذا التسلط من هؤلاء الناس على، من هؤلاء الجماعة على الناس ليس لثأر بينهم، يعني عندما يأتي مثلا قبيلة وقبيلة متناحران فيأتي طرف من قبيلة يريد أن يأخذ الثأر من القبيلة الأخرى، هذا لا يسمى، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى حرابة، هذا له باب آخر، حكم آخر. لكن الحرابة قوم هم لا يريدون ثأرا، ليس بينهم وبين أحد إحن، بمعنى يتعرضون لأي أحد، يريدون مال، يريدون سفك دم، يريدون انتهاك عرض من أي أحد يعبر، من أي أحد يمر، من أي أحد يتسلطون عليه، هذا هو ماذا؟
هذا هو الحرابة. الآن تسمع أنت في بعض الدول أن قرية فلانية قوم بني فلان أغاروا على قوم بني فلان أو بينهم ثارات، هذا ما يسمى لا يسمى حرابة، هذا مسألة أخرى، هذا اقتتال، لكن هذا يسمى حرابة. هؤلاء الجماعة، هؤلاء الطائفة، هؤلاء الناس المتجمهرون، يقول الجمهور إن حتى لو كان فيهم أحد مجنون أو صبي فالحكم واحد، لكن بعض الفقهاء مثل الأحناف يقولون لو وجد صبي في هؤلاء أو مجنون تسقط الحرابة. قلنا لماذا تسقط الحرابة؟ قالوا لأن الحرابة جناية، كأنها شيء واحد قامت به عدة أنفس، فوجود أحد هذه الأنفس لا يجوز إقامة الحد عليه، يلغي الحد عن ماذا؟ عن الجميع، يلغي الحد عن الجميع. هو مثلهم مثل ماذا؟ يقولون مثلا، يعني يريدون أن يقيسوها، قالوا لو أن أحدا مثلا أولياء دم 10 وجاء أحد العشرة من أولياء الدم تنازل عن حقه، هل يقتل القاتل أو لا يقتل؟ لا يقتل، لأن النفس لا تتبضع، ما دام أحد تنازل إذن أحيا الجزء الخاص به، فيلزم الباقون بقبول الدية، واضح؟ هم قاسوها عليه، هذا قول الحنفية، لكن قول الجمهور أحق وأولى وأوضح، لأن لو قلنا بقول الأحناف يأتي أي عصابة ويأخذون صبيا أو مجنونا معهم يحتجون به، واضح؟ قال ربنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد. الحالة الثانية، لو كانت فيهم امرأة هل يقام الحد الذي الجزاء العقوبة التي قالها الله بعد ذلك عليهم؟ الأحناف يقولون إن النساء لا يتصور منهن ولو وجد المغالبة والقتال، ما يقع هذا من المرأة، فالمرأة لا يطبق عليها العقوبة الجزاء الموجود في الآية، يطبق على الباقين لكن لا يطبق على من؟ على المرأة. وجمهور أهل العلم على أن هذه المسألة الرجال والنساء فيها سواء، وأحب إلي والعلم عند الله أن يؤخذ بقول الأحناف، لا يتصور من المرأة مهما بلغت المغالبة والمقاتلة. واضح الآن؟ أنا أتكلم تدريجيا، يعني قلت درس علمي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الفساد هنا أخذ الأموال، زهاق الأرواح، انتهاك الأعراض، إخافة الناس، كلها تدخل تحت مسمى الفساد، لكن لفظ يسعون، لفظ ماذا؟ يسعون، يدل على أن القضية فيها مشي، يوجد فيها ماذا؟ سعي، مشي، لأن الأصل أن السعي يكون على الأقدام. قال أصدق القائلين ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه كم؟ 4. هذه 4 فصل بينها بحرف العطف أو، هل هو للتخيير أو للتنويع؟ هل هو للتخيير أو للتنويع؟ بكل قال العلماء، قال الطائفة إن الإمام الحاكم ولي أمر المسلمين مخير بحسب حال ما صنعوا، فإن قتلوا يقتل، وإن سرقوا يقطع، وإن آذوا الناس ينفون، واضح؟ وقال الطائفة إن المقصود التنويع، بمعنى أنه يمكن الجمع بينها، يمكن الجمع بينها. قال ربنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هو القتل ما يتم إلا مرة واحدة، يا الضربة قاتلة أو غير قاتلة، والصلب لا يتم إلا مرة واحدة، لكن هذا في كلام العرب يسمى مبالغة، المراد منها أن قتل هؤلاء وصلبهم ينبغي أن يكون بعنف من غير لين، والعرب القرآن عربي نزل بلغة العرب، تعرف هذا في كلامها. قال امرؤ القيس أعشار قلب مقتلي، هذا في لاميته الشهيرة في معلقته، سيأتي الاستشهاد بها كثيرا. واضح الآن؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. من المسائل المتعلقة بالآية الآن، يقتل ثم يصلب أو يصلب ثم يقتل، ما تقولون؟
من العلماء يقول يقتل ثم يصلب. قلنا لماذا قلتم يقتل أو يصلب؟ قالوا لأن الله قدم القتل لفظا فوجب تقديمه فعلا، فوجب تقديمه فعلا. أين الحجة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالله قدم الصفا لفظا فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فعلا. هذا قول من يقول إن القتل ثم الصلب. الآخرون ماذا قالوا؟ يعني يا أخوان أنا أقول مرارا، ترى لا تتصور أنه عالم يقول قول لا يوجد عنده مستند، محال. قد أنت لم تعرف المستند ممكن، لكن هو محال أن يسمى عالم ثم يأتي يقول هكذا، مستحيل. هذا كلام بالعامية عانكم الله. قالوا العقوبة على الحي أو على الميت؟ على الحي، الميت لا يشعر بعقوبة. فقالوا إذا قتلناه ثم صلبناه ما الفائدة من صلبه؟ واضح؟ ما الفائدة من صلبه بالنسبة له؟ أولئك يقولون عظة للناس، لكن بالنسبة هو لا يدري أنه صلب لأنه ميت. وكلكم مر عليه قول أسماء عبد الله ابنها وهل يضر الشاة صلخها بعد ذبحها. فهو إذا قتل في الأرض وزويقت روحه فهو صلب أو لم يصلب لا يشعر لا بصلب ولا بغيره. فقالوا أول الأمر يصلب، ثم بعد أن يصلب يقتل وهو على خشبته، يقتل وهو على خشبته، فيجمع له، هذا بحسب حاله حسب اقترافي في الحرابة، يجمع له ما بين الصلب والقتل. واضح الآن؟ يجمع له ما بين الصلب والقتل. من قال أنه يقتل ثم يصلب؟ يقول بعضهم يقتل ثم مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يصلب. يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يصلب، هذا قول طائفة. قال آخرون لا، يقتل ثم يصلب ثم ينزل من خشبته ثم يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن. واضح؟ قال ابن حزم رحمه الله الإمام الظاهري المعروف، قال هذا كله، يقول العلماء الذين قالوا هذه الأقوال ليس بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ويرى ابن حزم رحمه الله أنه لا يمكن الجمع ما بين القتل والصلب في وقت واحد. قال إما أن تصلبوه من غير قتل ثم تنزلوه، وإما أن تقتلوه من غير صلب. أما أن تجمعوا له، هذا رأي ابن حزم، أن تجمعوا له ما بين القتل والصلب، قال هذا افتاء على كلام الله. هذا رأي ابن حزم رحمه الله. قال ربنا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بمعنى أنهم إذا قطعوا اليد اليمنى يقطعون اليد الرجل اليسرى، وإن بدأوا بقطع اليد اليسرى قطعوا القدم أو الرجل اليمنى. واضح؟ عن خلاف. وقال بعض العلماء في هذا رحمة، أنه لو قطعت الرجلين لن يستطيع المشي، ولو قطعت اليدين لن يستطيع أن يحمل شيئا إلى نفسه، لكن في قطع إحدى يديه وإحدى رجليه نوع من الشفقة والرحمة وأن يقوم ببعض حاله. ثم قال جل وعلا أو ينفوا من الأرض. جمهور أهل العلم فهموا من قوله جل ذكره أو ينفوا من الأرض النفي الإبعاد، النفي ماذا؟ الإبعاد. والعرب كانت تعرف هذا في كلامها، عندما تغضب القبيلة آنذاك على رجل من أفرادها لخطأ ما تنفيه فيهيم على وجهه ويسمونه آنذاك خليع، يسمونه خليع. قال امرؤ القيس كالخليع المعيل، المعيل يعني لديه عيال، تكلم عن نفسه صرخ في واد كأنه ذئب كالخليع المعيل في لاميته نفس الأولى، فيسمونه الخليع. لكن هذا الكلم ربما يحسن في ذلكم الزمن، لكن الآن رجل تخرجه مثلا من الرياض إلى جدة أو من جدة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة، ما كأنك صنعت شيئا. ونحن نعلم أن قضاتنا وفقهم الله وعلماءنا ومحاكمنا هم يفهمون هذا ويفقهون، أنا أتكلم كدرس، لكنهم قالوا
بعض العلماء هذا مذهب الأحناف أن النفي يكون بالحبس بالسجن، يكون بماذا؟ بالحبس والسجن. وبعض العلماء يزيد يقول يحبس يسجن لكن ليس في البلدة التي هو فيها، حتى يقل زائروه، يقل من يأتيه، ويؤتى في منطقة أشبه يسمى في عصرنا بالمناطق النائية، بالمناطق النائية التي يصح أن تكون منفى. المهم أن يناله شيء من العقوبة. قال ربنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إلى الآن لم نصل إلى الشاهد في الآية. قال ربنا ذلك لهم خزي أين؟ في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآن وأنتم لله الحمد من الفهم بمكان. أولاً عافانا الله وإياكم أن نقع في هذا، لكن لو أن أحداً من الناس وقع في هذا وقطعت يده ورجله من خلاف، بالنسبة له هو في الغالب أيهم أشق عليه، قطع اليد والرجل أم الفضيحة بين الناس؟ الفضيحة بين الناس. فلذلك ذكرها الله هنا، قال ذلك لهم خزي في الدنيا، لأنه عما قليل لا يلبث أن يتعود على أن له يدا وعلى أن له رجلا واحدة، يستطيع أن يعيش كمن يعيش من بيد واحدة أو برجل واحدة من حادث مروري. شافانا الله وإياهما عافانا، واضح. لكن البلاء كله في الخزي فذكره الله، لكن في الآخرة يوجد عذاب ويوجد خزي، لأنه سيفضح على رؤوس الأشهاد، لكن عذاب النار والله يقول لا يموت فيها ولا يحيا أعظم من ماذا؟ أعظم من الفضيحة، أعظم من الفضيحة. فلما كانت الفضيحة في الدنيا أشد من العقوبة ذكر الله الخزي لأنه أعظم، ولما كان عذاب النار عافانا الله وإياكم منها أشد من الخزي، وإلا يوجد فضيحة في الآخرة، لم يذكرها الله وذكر الأعلى. واضح الآن؟ لم يذكرها الله وذكر الأعلى. قال أصدق القائلين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نأتي لمسألة مقاربة حتى نلحقها بهذا. هب افرض أن رجلا رأى رجلا طبيبا ذا مال، يعني رجل رأى طبيب يخرج من مصرف مالي، أو رأى عليه ساعة تباع بغالي الأثمان، أي أن هذا الطبيب مطمع مالي، فجاء للطبيب وقال له إن لدي في بيتي شيخا كبيرا أريدك أن تراه بوصفك ماذا؟ طبيبا. فذهب الطبيب معه، وقد جرت عادة الناس أن الأطباء يمكن أن يزوروا المرضى في بيوتهم. فلما أخذه ودخل به الدار إذ لا مريض في البيت بل لا أحد في البيت وقتله، وأخذ السبب الذي طمع فيه، ثم عرف هذا ورفع للسلطان، رفع للقاضي، ما الحكم؟ يقول بعض العلماء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونحن نميل إليه، قال إن أصول الشريعة تدل على أن الأمرين واحد. كيف أن الأمرين واحد كما قال رحمه الله؟ قال الأول لا تستطيع أن تدفعه للمكابرة، للمظاهرة، للمجاهرة، يعني يبتلى الإنسان بعصابة، بجماعة في الطريق يقطعون عليك الطريق ويأخذون مالك، يقتلون أهلك، يصنعون بك، لا تستطيع أن تعارضهم، واضح؟ فالمانع كونك لا تقدر على ردهم، واضح؟ هنا المانع هو نفسه، لأنه لا يمكن أن طبيباً يذهب إلى بيته أحد يحتاط أو يدر في خلده أن هذا المريض سيقتله، هذا أمر غير متوقع. فكلاهما توصل إلى غايته فقط، هذا بالمجاهرة وهذا بالخفية. والجامع بينهما أن الحالة ليست مظنة قتل، ليست مظنة قتل، يعني كون إنسان يأخذ معه أهله بسيارته يتنزهون، فهو خرج لا عدوانا ولا ظلما، خرج لأمر مباح.
فلما تأتي عصابة تقتله حتى لو عفى أولياء الدم لا يجري العفو، لا بد أن يقتلوا. مثله مثل هذا الذي مع الطبيب، لو قتل الطبيب وجاء أهل الطبيب وعفوا وأولياء الدم لا يقبل العفو، هذا قتل غيلة. فالحالان في أصول الشريعة شيء واحد. وتعلمون مقام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العلم والفهم والعقل، فقوله هذا يتبع فيه ولا حرج، والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس.